الحقيقه يعني انا في موضوع اتكلمت فيه قبل كده وهتكلم فيه تاني وتالت ورابع وعاشر اللي هو الترند على حساب الاهلي او اسم النادي الاهلي بعض اللاعبين السابقين عايزين يعملوا ترند تلاقيهم معروف عندما تتكلم كل شويه بقول هذه الكلمه عندما تتكلم عن النادي الاهلي الناس كلها بتبص لك يعني شوف الفيديوهات اللي بيتكلم فيها عن النادي الاهلي والفيديوهات اللي بيتكلم عليها فلان ده عن نادي اخر عن نادي ثالث هتلاقي فيديوهات نادي الاهلي عشرين ضعف الفيديوهات الثانيه. فالناس دي او اللاعبين السابقين ما بيلعبوش في الاهلي طبعا، اللاعبين السابقين دول تحديدا تلاقيهم يتكلموا عن الاهلي باثاره عشان يتشافوا فيكونوا ترند، هم عايزين كده. رغم انهم بيتهاجموا مثلا من كل جمهور النادي الاهلي لان هم عارفين ان هم بيقولوا كلام كذب. على الرغم من ان ده اصبح امر غريب انك تقول غير الحقيقه عشان الناس تهاجمك وتبقى مبسوط يعني اطلع اقول انه النادي الاهلي بيلبس اي لون غير الاحمر طب ما الناس هتقول لك يا ابني انت ما الكلام ده ما ينفعش تقوله على الهوا لانه الناس كلها تعلم ان النادي الاهلي بيلبس الاحمر يقول لك لا انا مصمم من انت فالناس هتخش بقى تهاجمك على الكلام اللي انت بتقوله فتبقى انت مبسوط وسعيد إن أنت عملت ترند على حساب مين؟ على حساب النادي الأهلي. فمثلاً مثلاً خلينا ناخدها بمثال لاعب سابق كان في في أحد الأوقات يعني في نادي منافس وعرض نفسه على النادي الأهلي ووقع بالفعل أيام كابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري كان مديراً فنياً للنادي الأهلي حضراتكم عارفين التوقيت. في وقتها يعني، فوقع وعرض نفسه على النادي الأهلي ووقع، ساعتها اتقال بعد كده إن الناحية الفنية مش محتاجينه ويبقى خلاص، اتفضل حضرتك أدي العقد بتاعك وربنا يوفقك في أي مكان آخر. ده اللي حصل وبكل احترام. لكن طبعًا طبعًا اللاعب ده إزاي الأهلي يرفضني؟ إزاي؟ مع إن النادي الأهلي شاف إنه لا يصلح تواجده لانه من الناحيه الفنيه مش عايزينه وممكن في ناس افضل منه من وجهه نظر المدير الفني في الوقت ده هو ده اللي بيمشي انتوا عارفين النادي الاهلي من هو هذا التوقيت حتى الان هو بيهاجم النادي الاهلي رغم انه الاهلي ادى العقود وقال له اتفضل ومشي ما اعرفش الحقيقه راح نادي تاني ما اعرفش مش فاكر ولكن اه تفضل حضرتك وشكرا وبرضه لعب لبعض الانديه الدرجه الثانيه يعني اتنسى ما حدش يعرف عنه حاجه فعشان يفكر الناس بيه قام عامل ايه؟ فاتح اكاديميه وجايب نجوم الكوره عشان الناس تعرفوا انه كان بيلعب مع المجموعه دي يعني. لانه ليس له تاريخ، انا بتكلم انا ما بغلطش، انا بتكلم بجد. كل ما يطلع كمحلل المفروض المفروض انه هو في قناه عامه تلاقيه متبني وجهه نظر ضد النادي الاهلي. ومجامله لاي فريق اخر. اصل اقول لك ايه؟ اصل الحكم لو اهلاوي ما ينفعش ينزل الملعب يجامل الاهلي. عشان يضمن يعني كرسي على القهوه جنب جماهير النادي الاهلي. يا جماعه اين اتحاد كره القدم من هذه الاتما... الاتهامات؟ واين لجنه الحكام؟ ده فين يا كابتن فاروق؟ كابتن محمد فاروق واحد من ال... الناس المحترمه الحقيقه. حضرتك يا كابتن فاروق نائب رئيس لجنه الحكام طبعا. ده في اتهام للحكام بتوعك انهم بيجاملوا عشان يقعدوا على القهوه مع جمهور الاهلي. استاذ جمال علام هو حضرتك كرئيس للاتحاد انت فين من هذه الاتهامات؟ لو اللعيب ده انت شفته هو ومقدم هذا البرنامج اللي ما بيحبش النادي الاهلي طبعا، واتفرجتوا على هذا البرنامج هتلاقي البرنامج ده معظمه انتقادات للاهلي، اصل الحكام بيجاملوا الاهلي، دايما ماشيين في سكه ان الحكام بتجامل النادي الاهلي. أصل اتحاد كرة القدم بيجامل النادي الأهلي، أصل لجنة المسابقات بتجامل النادي الأهلي في المواعيد. أنا الحقيقة مش عارف إزاي، لكن ماشي، أدينا بنسمع. طب حضرتك الأهلي نفسي حد يقول لي هو الأهلي بيحصل معاه إيه؟ أزيد من أي نادي عندنا. غير إن النادي الأهلي هو ممثل مصر الوحيد في بطولات دولية. وده شيء وجهة نظري إن ده شيء لا يعيب النادي الأهلي، بالعكس شيء مشرف. حضرتك اهلاوي او غير اهلاوي يجب ان تفتخر بهذا الامر اتحاد كره القدم يجب ان يفتخر بهذا الامر كل الناس يجب ان تفتخر بهذا الامر ولا كان المفروض الاهلي يعتذر عن المشاركه في كاس العالم الانديه عشان حضراتكم تتبسطوا